السلام عليكم أعزائي المتابعين، ويا هلا ومرحبا فيكم في هذه الحلقة الجديدة. اليوم راح نلقي نظرة مكثفة على النسخة الجديدة من مجموعة الآلات الموسيقية من شركة أرتوريا، واللي اسمها أرتوريا V Collection 9 أو الإصدار التاسع. في هذا الإصدار نلاقي أكثر من 9000 صوت جديد من 33 آلة موسيقية مصنعة عشان تكون مشابهة للآلات الموسيقية القديمة المشهورة في فترة السبعينات والثمانينات والتسعينات. قبل أن نبتدي هذه الحلقة، خلوني أقول لكم عن راعي هذه الحلقة دي جي كورنر. دي جي كورنر هو من أفضل المحلات المختصة في بيع الآلات الموسيقية وأدوات الدي جي في الخليج العربي، ومن خلال محلاتهم الموجودة في الإمارات والسعودية وموقعهم على الإنترنت راح تلاقي كل الأجهزة والآلات والبرامج الموسيقية اللي تحتاجها للاستديو، وفريقهم المختص بيوفر لك المساعدة اللي تحتاجها وبيجاوبونك على كل أسئلتك. راح أخلي رابطهم في وصف هاي الفيديو. مجموعة V Collection 9 ضافت على المجموعة السابقة V Collection 8 أربع آلات جديدة. هذه الآلات هي كورغ MS20V, SQ80V, Augmented Strings و Augmented Voices. وقامت أيضاً بتحديث أربع آلات أخرى وهي CS80V, Prophet 5V, Prophet VSV و Piano V3. نشوف على الشاشة مع بعض كل الآلات الموجودة في هذا الإصدار، ونلاحظ بأن البروفيت صار الحين في منه نوعين، الـ VSV والـ 5V. طبعاً هذه الآلتين كانوا مدموجين في آلة واحدة تقدر تبدل ما بينهم، بس في هذه النسخة فصلوا الآلتين عن بعض عشان نقدر نتحكم بالصوت بطريقة أفضل. عندنا أيضاً آلة الكورغ MS20، وهي الآلة اللي الكل متحمس لوجودها في هذه النسخة، ومثل ما تشوفون كل الراوتينج أو إعادة توصيل النقاط شغالة مثل ما هي موجودة على الجهاز الأصلي. تقدر حتى توصل إلى داخل الآلة أصواتك الخاصة من برا عشان تستفيد من المميزات الموجودة فيها. نلاحظ أيضاً النسخة الجديدة من آلة CS80V أيضاً تم تطويرها بشكل كامل، ونلاقي فيها أصوات البادز الدسمة الحلوة الجميلة هذه. أيضاً بنشوف آلة SQ80V وآلة البيانو اللي تم أيضاً تطويرها بشكل كامل. وأخيراً عندنا آلتين Augmented Voices و Augmented Strings. في هذه المجموعة نلاحظ أيضاً وجود نسخة جديدة من برنامج الأنالوج لاب V اللي يلعب دور الآلة المركزية اللي من خلالها نقدر نوصل لجميع الأصوات في كل الآلات الموجودة داخل هذه المجموعة. أوكي شباب، خلونا الحين نشوف الأصوات مع بعض ونحاول نحن نسوي مقطوعة بسيطة. اوكي خلونا نجرب الحين الكورغ MS20V. خلونا ندور على صوت هاي هاتس. في طبعا اصوات ايقاعات كثيره موجوده في السينثسايزرز، بس يعني حق سبب هاي الفيديو بنحاول ان احنا نخليها بسيطه وندور بس على صوت هاي هاتس. نجربها. نجرب الحين CS80V. طبعا نشوف ان في لما نضغط على زر الادفانسد فوق في الزاويه اليمين نلاحظ ان هني عندنا يعطينا افكتات، فممكن الحين نحاول نغير فيهم. أه
فنجرب نشوف هني في الأفكتس الموجودين. طبعا تقدرون تغيرون في الموجوليشن وفي الأفكتات كلها الموجودة. حطينا الصوت يعني plucky sound يقدر يعطينا شوية إحساس بالحركة في المقطوعة. نقول شوية يبيله طبعا مو perfect العزف, يبيله شوية quantize. نقول خليه على 16 نوت ونقول له apply, ضبط لنا التايمينج مالهم شوي. يبيله شوية هني التايمينج مالهم, يبيله شوية تعديل, نفتحها عن طريق الإيديتنج أو الميدي إيديتر. نعدل هاي النوتات شوي بس. اوكي الحين نجرب نفتح اللي هو الانالوج لاب 5 ونحاول نحصل من خلال الصوت حق الكيك درم, نشوف صوت مناسب. انا نجرب هاي الصوت نشوف شلون صاير وياه. اوكي نجرب الحين نفتح انستنس ثاني او آلة ثانية ايضا اللي هي راح تكون ال CS80 version 4 او V4, واقول له هني عندي ان الاوتبوت تبي من الكيبورد اللي عندي اللي هو الاكسجين 88. نحاول طبعا نحصل الحين على صوت ليد ممكن انه هو يقول الميلودي الاساسي او اللحن الاساسي. خلينا نشوف شو الموجود. Thank you.
وايد حلو هالسي اس 80. خلونا نجرب نفتحها الحين. ايضا ليد ثاني يمشي مع الليد اللي احنا الحين سجلناه. نشوف بعد من اللي هو السي اس 80 في 4. صراحه وايد وايد حلو صوته، والاصوات اللي موجوده فيه جدا جميله، وتحسها كذي يعني اصوات قويه. دولنا على ليد ثاني موجود هنا، كتب فانكي ليد. اسمع هاي، اوكي نشوف شلون صار وياه الحين. اختاره ونضغط على ادفانس، نحاول شويه نغير في الافكتات اللي موجوده فيه، نعطيه شويه زياده في الديلي، ونضيف الريفرب. اسمع شلون صاير، نزيد عليه. نجرب نسجل. راح نستخدم ايضا الاوغمنتد سترينجز، هي آلة موجودة اوريدي في هاي المجموعة. حاول ان احنا نحصل لنا صوت يمشي مع اللي عزفناه اوريدي، شيء يكون مو باد، ممكن يكون مثلا نوع من السترينجز. خلونا نسمع ونجرب مع بعض. إن شاء الله يا جماعة عجبتكم الحلقة. كالعادة لا تنسون تعطونا زر اللايك وتشتركون في القناة وتشاركونها مع كل أصدقائكم حول العالم، عساس نقدر نوصل لأكبر مجموعة ممكنة.